على الوجود ديالكم معنا اليوم في الدورة الثالثة للاحتفال بالفنانين والرياضيين والإعلاميين في إطار حفل سفراء الفن والرياضة. لأن مثل الفنجان اللي عشت بأنها دامجت وقت نوحد اللوحة من عنصر ديالك وكتاب سيدة الفنجان. نتمنى إن شاء الله التوفيق مساره. تفضل سي حسن. انت من البيوني ديال كرة القدم، شفناك شخصيا 1970 مكسيكو، حنا في 2022 التكريم ديالك الله يطول العمر، بغينا كلمة على هذا التكريم. حقيقة اليوم تنحس براسي بصح نيت الناس من السعيد وسعيد، حيت هذا الشيء الفضل ديالكم وديال الإخوان، يعني حاجة اللي تيديروا مؤثرة ديال الفرحة. فهاد التكريم اللي داروا الحمد لله للناس اللي فكروا فيه بعداك عاد داروه، حيت هذا اعتراف للرياضي وتيزيد يشجع الرياضي باش يعطي اكثر، ولكن حنا دابا نقدروا نعطيو عرب فمنا وداكشي اللي تنعرفوا. يعني الكلمات الشكر اللي غنقول لهم ما لقيتهاش، كل ما هناك انا شكر للجميع وشكر للناس اللي فكروا وشكر للاذاعه ديالكم. سعيد نخلي لك الكلمات القلب ديالك بالنسبه للحفل، كلمه القلب. اش غادي نقول لك؟ هاد الناس اللي داروا هاد الحفل، هذا حفل تيحيي الماضي وفيه ذكرى وفيه يعني تيستحضر الانسان التاريخ ديالو وتتحس بانه الناس باقين تيبغيوك. ها حنا علاش الانسان تيحاول يبقى دائما في الطريق المستقيم باش يبقى داك الحب ديال الناس اللي تيشوفوا فيه يبقى فيه. فشكرا للجميع وشكرا لكم اخويا انتم يا والله يسعدكم. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في.